في فيينا عاصمة النمسا، دار عرض للأوبرا هي صاحبة التاريخ الذهبي الأقدم في عموم أوروبا. تقدم سنوياً 300 عرضاً على مدار السنة، وأهل العاصمة قد يشاهدون العرض الواحد 3 مرات في اليوم. يكفي أن هناك أكثر من 50 مجموعة تحرص على تنظيم هذه العروض على نفس الوتيرة التي أنشئت فيها هذه الدار عام 1869. في وسط فيينا قد تصادف أشخاصاً يلبسون ملابس ذات طراز تاريخي ويعتمرون باروكات الشعر، سيلفتون انتباهك حقاً، ولكنهم مجرد بائعو تذاكر للحفلات الموسيقية التي تقام كل يوم في دار الأوبرا، وهو تقليد متوارث في فيينا مدينة الجمال والموسيقى. دار الأوبرا في فيينا هي واحدة من أهم دور الأوبرا في العالم نظراً لتاريخها الذهبي ولما تقدمه من عروض متميزة، إذ يمكننا الاستمتاع بالعروض المتنوعة والمؤثرة حيث تتغير عروض المسرح يومياً. ففي هذه الدار يقدم المسرح العريق حوالي 50 عرضاً من الأوبرا العالمية و20 عمل بالي وعلى مدار أيام السنة، مما يضع دار أوبرا فيينا في مقدمة دور الأوبرا العالمية. The building where we are was constructed in 1869, and this building is really the center of Vienna. The Viennese are crazy about opera. They like music and they like to come many times. I know many people coming 2-3 times every week, and a few people are coming almost every night. Since the beginning, the Vienna State Opera has performed a lot of performances. We do in this building every year 300 performances. We play almost every night from the beginning of September till the end of June. We perform 50 different operas. It's the biggest number in the world. And we play also 10 to 12 different ballets. So this allowed us to welcome all the major singers of the world, the biggest stars. And we have also in the house a group of 50 singers who really work daily here in the house. They have a contract with the house. And this is really fantastic because at the same time we can have the greatest names, and also we can help young singers to begin the career. This is very interesting. This is in Vienna a long tradition. We have a major Viennese audience, of course, because as I said, people like opera here very much. But we have also a lot of tourists. We have an average of 25 to 30% of tourists, and we know because opera is so important in Vienna that when somebody comes at the airport, a tourist, the first idea is how can I get a ticket to come to see one performance. يجري هنا أيضا تنظيم جولات سياحية لزيارة دار الأوبرا، كل جولة تستغرق ساعة، وبينما الزوار في جولتهم تجد مجموعة أخرى في الصالة تنتظر أن يحين موعد جولتها. بدأ بناء دار الأوبرا هذه في منتصف القرن 19، وكانت تقدم عروض البالي قبلها في البلاط الإمبراطوري لأباطرة النمسا.
كان الإمبراطور فرانز جوزيف هو من أمر ببنائها لأنه كان شغوفاً بالموسيقى والأوبرا، لدرجة أنه كان يحضر بنفسه تدريبات العروض الفنية قبل عرضها للجمهور. صمم دار الأوبرا على طراز عصر النهضة الجديدة من قبل المهندسين المعماريين فون سيكارتسبورغ وإدوارد فاندير، الذي لم يسعد برؤيتها مكتملة، إذ انتحر الأول قبل إنجازها بعام واحد بسبب موجة الانتقادات لبذخه في التصميم، ولحقه بعد أشهر معدودة زميله بسبب أزمة قلبية. ولأجل ذلك تحتفظ الدار بتمثالين لهما اعتزازاً بإنجازهما الجميل لهذه الدار. تم افتتاح دار الأوبرا من قبل الإمبراطور فرانز وزوجته الإمبراطورة إيزابيت، وكان افتتاحها بأوبرا المزمار السحري لموزارت في 25 من مايو سنة 1869. ووصلت دار أوبرا فيينا ذروتها القصوى على يد الموسيقار غوستاف هاملر بين عامي 1879 حتى عام 1907، فقد قدمت فيها أهم أعمال الموسيقى الكلاسيكية كالأوبرات والسمفونيات وغيرها. لعل أسوأ السنين في تاريخ دار الأوبرا هي سنوات الحرب العالمية الثانية، فقد ضربت بالقنابل وهدمت كلها تقريباً، وكان ما حصل لدار الأوبرا من دمار شكل صدمة كبيرة للشعب النمساوي لدمار أحد رموزه الثقافية. ولأن روح الأوبرا تعيش فيه، فإنه سرعان ما تم إعادة بناء الدار بعد انتهاء الحرب عام 1945، وقدم أول عرض فيها أوبرا زواج فيغارو لموزارت. This place, this Thé Salon, is one of the remaining parts of the first opera house, as for instance the great step. The opera house was reconstructed in 1955, of course the auditorium was not constructed exactly like it was before, because at that time, after the war, the finances of Austria were not in very good shape, but they wanted to construct that opera. And now we are used to that hall. It's a typical 50s, I could say. It's nice and the acoustic is fantastic. So it's a fantastic toy to play so many operas. And what's really special in this house is that we really have the best opera orchestra in the world. As you maybe know, this orchestra has another name, Vienna Philharmonic. في نوفمبر من سنة 1955 تم تحديث الأوبرا ودخلتها لأول مرة الأجهزة الحديثة، فقد نقل حفل الافتتاح التلفزيون النمساوي مباشرة. وفي المدة الأخيرة تم فيها تمثيل المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وأصبحت الدار تتماشى مع أحداث هذا العصر. غير أن الدار واقعة في صراع بين اتجاهين، فبعض الفنانين والإداريين يريدون أن تبقى دار الأوبرا مكاناً يحتفظ بالطابع الأصيل القديم لعروض الأوبرا، وبما في ذلك أن تقدم الأعمال بلغتها الأصلية،
بينما آخرون من الفنانين والإداريين يطالبون بإدخال أدوات العرض الحديثة في هذا المعقل خدمة للفن والفنانين وللجمهور المتعطش لكل ما هو جديد. We have in this house 1,700 seats, which is not very big. There are larger halls in the world, for instance, in New York or in Chicago, even in Paris. But we have also 600 standing places. And this is very important because we sell those places at a very cheap price, because the cost is 3 and 4 euros. And it allows too many people to attend to the performances. You don't have to be rich to see your performances. Of course, if you want to get a seat in the first row, it's expensive, but you can also have very good conditions for 3 euros. Because 300 of those tickets are downstairs, so quite in the center. You have fantastic view and fantastic acoustic because the theater has a fantastic acoustic. فضلا عن مسرح الدار، فإن المبنى يحتوي على العديد من الصالات المهمة والمميزة والتي كانت تستخدم عادة في فترات الاستراحة وتناول المرطبات وغيرها، فقد تحولت اليوم إلى أماكن لمشاهدة تماثيل لمبدعي الموسيقى الكلاسيكية، تماثيل لموزارت وهايدن وباخ وغيرهم كثير. كذلك خصصت صالة كبيرة لتكون باسم مخرج الأوبيرات المميز غوستاف مالار. في السنوات الأخيرة استقطبت هذه الدار اهتمام الملوك الرؤساء، فيحضرون حفلها السنوية، كما يزورها طبقة المشاهير والأثرياء ورجال المال والأعمال على مستوى العالم، وعدد كبير من أبطال السينما العالمية من ممثلين وصانعي أفلام، فضلاً عن السياسيين والمسؤولين الكبار من مختلف بلدان العالم. توسعت الدار بنشاطاتها، ففي عام 1999 أنشئ قسم خاص لأوبيرا الأطفال، وبعدها بعامين أنشئت مدرسة لتعليم فن الأوبيرا للأطفال أيضاً، وأنشئ مركز للترجمة الفورية، وكذلك متحف لفن الأوبيرا لأجل أن يطلع عليه الزوار. ويحيط بالمبنى العديد من المحال التي تتصل مباشرة بنشاطات دار الأوبيرا من صور وهدايا تذكارية، فمثل دار الأوبيرا هذه لن يكون لها شبيهاً. إنها باختصار استعادة ليس للموسيقى والبالي فحسب، وإنما فيها استعادة لصورة النمسا الإمبراطورية التي كانت لها حضوراً مهيمناً على عموم أوروبا.